تستمر والانطلاقات تتجدد في هذه التحديات المثيرة والانطلاقات المميزة. الشوط الرابع عشر الخاص بالابكار المهجنات اللقاية ينطلق قبل قليل، حيث ناتي بمتابعة هذه الأسماء ونسير مع المراكز المتقدمة. وفي المركز الأول هنا من تتواجد على المقدمة وتأتي أيضا بالانطلاق بزنة لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، غانم بن مسفر بالقوبع يتولى عملية التضمير. ننتقل إلى المركز الثاني حيث تتواجد في هذا الانطلاق دفرة لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم سري بن سالم بالعرطي. والمركز الثالث هي تتواجد في هذا الانطلاق الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم فيصل بن طالب بن شريم، وتدخلت أيضا الشايبة لمعالي الشيخ محمد بن بطيان حامد مع مختار أحمد. في المركز الرابع خامسا الشاهينية لحقن الرياسة مع محمد بن عتيق بن زيتون، سادسا الوثبة لحقن الرياسة مع سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، بينما سابعا تتقدم الشاهينية من حقن الحاصفة غياث الهلالي يتولى عملية التضمير. الذيبة تصل في المركز الثامن لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، مصري بن سالم بالعرطي يتولى التضمير. المركز التاسع هذه هي أيضا تتواجد رفحة من حقن النايفات، سعيد بن حمد بن هديبان يتولى تضميرها. والمركز العاشر هي ريمة لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، أحمد بن سلطان بن رشيد يتولى عملية التضمير. هذه النتيجة للعشر المراكز الأولى، هذا هو التحدي في هذه المنافسة القوية في هذا التجمع في ختامي الوثبة عاصمة الميادين، حيث أتت هذه الهجن لأصحاب السمو الشيوخ برفقة الخبراء في التضمير والذين يبذلون أيضا قصار الجهد لتحقيق المركز الأول مع هذه النوعيات ومع هذه الهجن التي تعود ملكيتها لأصحاب السمو الشيوخ والمعالي والأمراء. نعود إلى المقدمة، نعود إلى الصدارة، إلى من تقود الشوط. دفرة غيرت إلى المقدمة، خذت المركز الأول، وهجن الرياسة بدأت تتجاوز مع الشاهينية بقيادة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، هي من بدأت تستلم مقدمة هذا الشوط. دفرة ولكن شوف التسلل بوجود مزنة لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، غانم بن مصر بالقوبع يتولى التضمير. وعاد الدفرة لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم مع مصري بن سالم العرط الحميري، تبادل ثلاثي ما بين الثلاث المراكز المتقدمة. الوثبة تأتي لتشكيل كوكبة رباعية لحقن الرياسة، سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي يتولى عملية التضمير في هذا الانطلاق. حقن العاصمة بدأت بالتحرك، هجن العاصفة بدأت بالانطلاق في هذا الإبداع. هذه هي قادمة بوجود الشاهينية قياد الهلالي يأتي بانطلاقة وجود هذه النوعيات. انتهن 3 كيلومترات متبقي، كيلو وين يا أخواني، كيلو وين عن خط النهاية. شوف الأسماء القادمة من الخلف، هذه هي الشايبة لمعالي الشيخ محمد بن بطيان حامد، خذت المركز السادس مع مختار أحمد، بينما تصل أيضا تصل في المركز السابع هي ايضا رفحة من هجن النايفات، سعيد بن حمد بن هديبان يتقدم مع المركز السابع. المركز الثامن هي ايضا تصل الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، سيف بن عمير العميمي. المركز التاسع ريمة 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 مع ايضا شعار سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة احمد بن سلطان بن رشيد. وهجن النايفات، هجن النايفات قادمة بالانطلاق المثير وبالتحدي الكبير بوجود ايضا هناك سعيد بن حمد بن هديبان. ولكن الله، شوف القادمة، شوف المنطلقة في هذا التحدي وفي هذه الإثارة. هي ايضا تتواجد الشاهينية من هجن النايفات، فهد بن بشان العقمي. الامتار الاخيرة، الامتار المجنونة، تجمعت الافكار. شوط حماسي للقاية، شوط حماسي للقاية. شوف التبادل السريع، هجن العاصفة، هجن الرياسة، هجن الرياسة، هجن النايفات، هجن بدع بن ثلاب.
الشباب تتقدم في هذه اللحظات ووصول الشاهينية، وصول الشاهينية بخطر كبير لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم سيف بن عمير العميمي. هجن الرياسة تتقدم مع بداية الكيلو متر الأخير، العملاق يأتي بمنافسة وتقديم هذه النوعيات التي تتواجد في قمة المراكز، حيث اختطر ثلاثة أشواط وقدم نوعيات في المنافسة حتى الرمق الأخير. الشاهينية على المركز الثاني لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم مع سيف بن عمير العميمي يتحرك. هجن النايفات، العاصفة قادمة، العاصفة قادمة، الله أكبر المؤسسات التي تقتني هذه النوعيات. هجن الرياسة، هجن الرياسة مع الورثبة، الورثبة الوذوة تتقدم بالصدارة بقيادة العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، عملاق في التضمير، عملاق في الإنجاز. هجن النايفات قادمة، هجن النايفات، أو هذه جوف جوف جوف، وصلت جوف لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد آل سعود بقيادة ماجد بن حلفان يقودها في التضمير. جوف الورثبة، الورثبة، تحركت الشاهينية ثلاثية خطيرة، الثلاثمائة متر الأخيرة، الثلاثمائة متر الأخيرة، الشاهينية قادمة، جوف الورثبة، ثلاثية قوية، ثلاثية قوية، لمن الناموس، لمن الناموس، الورثبة، 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 روح يا العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، الشاهينية جوف الورثبة، الشاهينية جوف، الأمتار الأخيرة، الورثبة، الرياسة، الحمر، الخطر، النقطة الرابعة مع العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، يأتي بوجود هذه النوعيات بالانطلاق المثير. المركز الثاني الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، ثالثا لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد آل سعود، رابعا وخامسا هجن العاصفة. ما شاء الله، الوثبة بطلة الشوط، بطلة الانتصار بجماهيرها ومحبيها. هجن الرياسة تتفوق، شكرا يا العملاق، عملاق في التضمير، عملاق في الإنجاز، عملاق في تحقيق النقاط وتوالي هذه الإنجازات، حيث رافق شعار هجن الرياسة بالفوز والانتصار لتسجيل النقطة الرابعة بقيادة المضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. 7 دقائق 15 ثانية، جزء واحد من الثانية، حيث كانت بطلة لهذا الشوط بأداء مميز بمنافسة قوية. والمركز الثاني 7 دقائق 15 ثانية، 4 أجزاء من الثانية، هي الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم مع سيف بن عمير العميمي، بينما حل الثالث جوف بتوقيت زمني مقداره أيضا في هذا الانطلاق 7 دقائق، وهي تحمل شعار صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد آل سعود. ماجد بن حلفان قدم أيضا بأيضا انطلاق مميز، 7 دقائق 15 ثانية، 5 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس للجميع.